هاي بنات، اليوم رح نعمل مكياج الفرنسي. إذا حابة تتعلمي تابعيني بهالفيديو. الخطوة الأولى هي الكونسيلر. أنا اليوم اخترت هالألوان البنفسجي الفاتح. رح بلش باللون الأبيض تحت الحاجب. بلش بالآخر تيكون اللون مركز. برجع لأول الحاجب. وتتكون نظرتك ساحرة، مد الأبيض بأول العين. وهلأ اللون البنفسجي، بلش من الوسط. تتكون الألوان متدرجة، رح نستعمل لون بنفسجي أغمق من يلي هلأ حطيته. هيدا اللون بس بحطه على الجفن المتحرك بطريقة كتير خفيفة، لأنه المكياج الفرنسي بيعتمد على الألوان الخفيفة. وهلأ رح اختار الزهر الفاتح، رح حطه بين اللونين بطريقة كتير ناعمة. رح حط الكونسيلر تحت العين بهيدي الفرشاية، رح مده. رح استعمل البودر تحت العين. الايلاينر رح يكون كتير رفيع من اول العين حتى اخرها. رح استعمل هيدا الايلاينر، يزيح كتير رفيع. القلم الاسود ضروري كتير لقلب العين، مشان هيك رح علم وما رح أعرض لأنه بدي أحط أزرق. هلأ القلم الأبيض، القلم الأبيض فيني أحطه بالآخر وأمزجه بهيدي الريشة. رح أستعمل المسكرة باللون الأسود من منبت الرموش للآخر. رح أستعمل الفاونديشن الغامق. أنا اليوم استعملت الفاونديشن بالآخر حتى إذا كان في آي شادو نازل على الوجه نقدر نغطي. فيني زيد فاونديشن قد ما بحب. رح نعلم الحواجب. بغطي هيدا الريشة بالماء وبستعمل الكريم. البلاشر باللون الزهري هي الأنسب للمكياج الفرنسي. منبلش على الخدود، منمدها لفوق. الخطوة الأخيرة رح تكون الحمرة. رح بلش بالكونتور باللون الطبيعي. أما اللون اللي اخترته فهو لون كتير ناعم، الزهر الفاتح. بحط شوي بالوسط. وإذا حابة أعطي لمعة بختار هيدا الجلوس. لونه فاتح بيجي شوي أورانجي. حطه بالوسط ومن فوق، ما بكتر منه كرمال ما يصيروا الشفاف مبينين كتير كبار. وهيك بيكون خلص المكياج الفرنسي. إذا عندك أي سؤال ما تنسي تسأليني إياه بخانة التعليقات.